وفي الوقت اللي الشاحنات المساعدات بتمنع من الدخول الفلسطينيين من معبر رفح وبتبوظ وتترمي، والأردن بتسمح بدخول مساعدات زيها إلى إسرائيل، في الوقت ده يخرج علينا عميد كلية في المغرب يرفض تكريم طالبة متفوقة بس لمجرد إنها لابسة الشال أو الغترة الفلسطيني. Le prix, le premier prix sera donné à la demande de ce directeur, sera remis par le doyen de la faculté des sciences politiques, c'est-à-dire sa faculté de Corée. شكرا لحضوركم معنا لهذا الحفل. معلش خلينا نشوف الفيديو ده من اوله واحده واحده كده. انا بس عايز اوريك براءه البنت لما تنادى اسم الاخ او العميد اللي طالع يكرمها ده او يديها ده، هياخد الشهاده من حته يديها لها في ايديها. بس البنت سقفت جامد قوي. بص بص اسمع. بس بس وقف هنا. البنت سقفت قوي. لم تفترض هذه الفتاة البريئة أي خيانة من الكهل اللي طالع يديها. ما افترضتش. بص خيالها ما جابش. يعني ربما خيالها ممكن يجيب مثلا الراجل ده يتحرش بيها، ممكن خيالها ما يجيبش أكتر مثلا من الراجل ده مثلا يتكعبل وطالع على الستيج. خيالها ما جابش أكتر من الراجل يقول لها مثلا أنت بنت فلان مثلا. انما خيالها ما كانش يجيب معاها ان الشال الفلسطيني ده يعمل له مشكله. مستحيل. عشان كده سقفت قوي 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 قوي. وبعدين اتفاجئت بقى. بص بقى بص البنت واقفه. بص بس المقيح ده عايز ايه بقى؟ يعني هو قال للبنت كلمتين يعني ممكن ما نسمعهمش احنا، لكن عشان يوضح الصورة لأصدقائه في إسرائيل مسك الشال الفلسطيني يقول لها الشال ده، أنا أقصد الشال ده، إيه لازمته؟ الموقف المخزي اللي حصل من عميد الكلية خلى النقابة الوطنية للتعليم العالي تطلع بيان المغربي تستنكر فيه تصرفه، خصوصا أنه جاي بعد وقوع 3 مجازر في غزة في يوم واحد، راح ضحيتهم أكتر من 200 شهيد. أدي بيان الاستنكار. النقابة الوطنية للتعليم العالي، المكتب المحلي، المدرسة العليا للتكنولوجيا، الدار البيضاء في 13 يوليو 24. بيان استنكاري. نظمت المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء عشية يومه السبت 13 يوليو 24 حفل توزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين. وقد عرف أو عرف هذا الحفل حدثا خطيرا حين رفض عميد كلية العلوم بن أمسيك بصفته ضيف شرف، كمان أنت جاي ضيف شرف، تسليم الجائزة لطالبة متفوقة بدعوى أنها تعبر عن موقف سياسي بارتدائها الكوفية الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني. عقب هذا الحدث انتفرت القاعة أساتذة وموظفين وطلبة ومدعوين ضد هذا الفعل الشنيع، فاضطر هذا العميد المطبع إلى مغادرة القاعة. بصيغة أخرى تم طرده ليستمر الحفل. إن هذا التصرف الغير مسؤول داخل الفضاء الجامعي ترك استياء عميقا لدى كل الحاضرين، خصوصا وإنه يأتي
بعد طبعا ساعات قليلة أو ساعات قليلة بعد مجزرة جديدة رهيبة قام بها الكيان الصهيوني الغاشم في مخيم خان يونس بغزة العزة صبيحة يوم السبت 13 يوليو 24. أمام هذا التصرف الشاذ والأرعن يعبر مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي باسمه ونيابة عن كافة أساتذة المدرسة العليا للتكنولوجيا عن استنكارهم الشديد للسلوك الأرعن لعميد كلية العلوم بن أمسيك أو ابن أمسيك، والذي يتعارض مع الموقف المغربي الدائم التضامن أو المتضامن مع الشعب الفلسطيني ملكا وحكومة وشعبا، عن تضامنهم اللامشروط مع الطالبة المتفوقة التي تعرضت للاستفزاز من طرف هذا المسؤول المطبع، معتبرين حملها للكوفية الفلسطينية مفخرة لها ولزويها تنضاف إلى تفوقها في الدراسة. يدعو مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم ابن أمسيك وكذا مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لاتخاذ موقف إزاء هذا السلوك الشنيع لعميد الكلية ابن أمسيك، وفي الأخير يدعو كافة الأساتذة للمزيد من اليقظة من أجل التصدي لكل محاولات التطبيع العملي والأكاديمي مع الكيان الصهيوني الغاشم وعالم فلسطين. الشعب المغربي هب على السوشيال ميديا بيستنكر تصرف هذا الرجل في التغريدات دي. حسن بن جاح تقريبا، الموقف المشيل للعميد لم يقف عند حد رفض توشيح الطالبة والاعتداء على رمز فلسطيني الذي يجمع حوله الشعب المغربي والأمة الإسلامية تجمع والإنسانية السوية، وإنما تجاوزه للاعتداء على خصوصية الطالبة بمد اليد إلى لباسها، وهذا فيه تجاوز خطير للغاية للضوابط القانونية والأخلاقية. عبد العالي، الناس اللي كيقولوا الكوفية لا مكان لها داخل الحرم الجامعي ويجب احترام لباس التخرج، إليكم صورة من قلب كلية القانون القاضي عياد بمراكش. فقط في الشهر الماضي كانت المناسبة تخرج طالب فلسطيني متوفي رحمه الله، وجميع الأساتذة وأعضاء اللجنة تزينوا بالكوفية بدلالتها وحمولاتها القيمية دعما وتضامنا مع القضية الفلسطينية. لا وجود لمرسوم يتحدث عن اللباس الموحد في حفل التخرج، وبالتالي حمل الكوفية حرية شخصية على عميد الكلية بن مسيك احترمها. عميد الكلية يرفض توشيح طالبة متفوقة بسبب ارتدائها الكوفية. نصر أو استشهاد، على الأقل هذا الفعل يجب أن يكون بداية الشرارة في تلك الجامعة، ومن بعد ذلك تنتقل إلى الجامعات الأخرى. وهل الغرب وخاصة أمريكا أقرب منا لإخواننا في فلسطين حتى يأخذوا الشعلة ونحن نشاهد فقط؟ ماتت فينا النخوة والشهامة والرجولة اللي كانت في الطالبة اللي أو الطلبة اللي من قبلنا؟